كما رمم المعبد الذي كان يضم آلهة قومه. تجد البيت أعيد بناءه من جديد، ولم يبقى من البيت القديم الذي كان مجرد أطلال وجدران قائمة في فضاء، وهو البيت الآن ليس مسقف وإنما مكشوفا. أهل هذه المنطقة في المرحلة التي عاش فيها إبراهيم كانت لهم آلهة متعددة من الأصنام، ويروى أن آزر أبا إبراهيم كان نجارا يصنع الأصنام ويبيعها لمن يعبدها، لكن إبراهيم أدرك بفطرته منذ صغره فساد عقائد قومه وتهافتها، فكان ينكر على الناس منذ الصغر ولا يقترب من هذه الأوثان ولا يحبها ولا يعظمها، بل يسفه أحلام القوم الذين يؤولون بالعبادة لها. فالله تعالى قلده هذا المنصب العظيم لأنه رباه على عيني منذ الصغر وأهله لهذه المكانة لأن يكون أبا الأنبياء وخليل الله تبارك وتعالى. ومن أوائل الناس الذين حاورهم إبراهيم ودعاهم إلى ترك عبادة الأصنام أبوه آزر. ونلاحظ الأدب الرفيع والأسلوب البديع من سيدنا إبراهيم عليه السلام في تعامله حتى مع والده المشرك الذي لم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وكان في إطار الوثنية والعبادة للأوثان، ومع ذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول: يا أبتي يا أبتي لما تعبد، يا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي، بينما كان الخطاب من والد إبراهيم عليه السلام قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وجرى تحاج بينه وبين قومه يورد فيها البراهين والأدلة المنطقية المقنعة والملزمة، وكان ثابتا قويا وهادئا في حججه. فإبراهيم كان متصفا بصفة الذكاء، وهذه من أهم الأمور التي ينبغي أن يتلقاها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى من أنبياء الله، كيف يفكرون في الدعوة، كيف يفكرون في الأساليب التي تخاطب الناس. ورغم كل ما كان يورده من حجج وبراهين على فساد عقائد قومه، إلا أنه لم يؤمن بدعوته إلا اثنان. وحتى أقرب الناس إليه رفضوه، ما آمن به إلا لوط ابن أخيه بس، وسارة بنت عمه، والباقي ما أحد آمن به. انتقل إبراهيم عليه السلام من مرحلة إدراك تهافت معتقدات قومه ومحاجتهم في ذلك إلى فعل عملي أراد من خلاله أن يثبت عجز هذه الآلهة المزعومة حتى في الدفاع عن نفسها. يوم من الأيام في المساء وضع خطة، كان عندهم في اليوم التالي عيد، وكان من عادتهم في ذلك اليوم أن يضعون القرابين الفواكه واللحوم أمام الأصنام ويخرجوا خارج القرية يحتفلوا، وبعدين يرجعوا في آخر النهار يأخذوا هذا الطعام يأكله. فخرجوا إلى عيدهم، فهو استفرد بهذه الأصنام وكسرها وحطمها لأن آلهة مزيفة لا تنفع نفسها ولا تضر غيرها فضلا عن أن تنفع غيرها، وأبقى على كبيرهم لإقامة الحجة بها عليهم. ولذلك نلاحظ أن القرآن الكريم لما يقص علينا هذا القصص يقول بعد الصدمة الفكرية اللي أوقعهم إبراهيم فيها، يقوموا يقولوا له إيه؟ أنت تعرف أنهم لا ينطقون لا يتكلمون، طب فلما تعبدون ما لا ينطق وما لا يتكلم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. ويقص القرآن الكريم بعد ذلك ما جرى من خبر إلقائه في النار ونجاته منها بمعجزة إلهية. فصنعوا له هذا الجبل من النار، رموه فيه، سقط داخل النار، الناس منتظرة طبعا خلاص هلك،
وإذ فجأة يخرج إبراهيم عليه السلام من النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، خسروا هذه المعركة. انتشر الخبر في العراق كلها، واحد رمي في النار ولم تحرقه النار. ولو قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا لكانت النار بردا ولم ينتفع بها الناس، لكنه قال وسلاما. ويتكرر مشهد المحاجة بين إبراهيم وبين من آتاه الله الملك في البلاد بعد أن انتشر خبر نجاته من الحريق. وصل الخبر إلى الملك نفسه النمرود، قالوا أتوا به تجاوبي، ما دينك من أنت؟ قال أنا عبد الله رب السماوات والأرض. قال أنا ربك. قال الله يحيي ويميت. فقال النمرود أنا أحيي وأميت. فأمر يأتون باثنين من السجن وأحكم عليهم بالإعدام، قال هذا أطلقوه هذا اعدموه، أنا أحيي وأميت. طبعا ليس هذا هو المقصود من الجدل، لكن هنا حكمة إبراهيم عليه السلام، يعني واحد سفيه قاعد يخرج عن الموضوع، طيب جيب له حجة أخرى تبهر إذا كانت هذه الحجة ممكن يلعب فيها. فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بعد أن وصلت دعوة إبراهيم في قومه إلى طريق مسدودة قرر الهجرة شمالا إلى منطقة حران، وهي الآن جزء من الأراضي التركية وفيها شواهد لإبراهيم عليه السلام. لم يخرج معه إلا اثنين، ابن أخيه لوط صار نبيا، وسارة زوجته المقربة إليه، وخرج من العراق إلى شمال الشام إلى حران، مدينة المشهورة في سوريا. ذهب إلى حران الآن مهاجر ليس من قوم حران، وإذ بالناس لا يعبدون الأصنام وإنما يعبدون النجوم والكواكب. ففكر كيف يدعوهم إلى الله عز وجل، هم لا يعرفوا عنه شيئا الآن، هو مهاجر إليهم. رب فرج همي واشفي علت سقمي من أبي من أمي. المأثورات المتداولة في منطقة أورف